منورنا كل سنة وحشنا. طيب حبيبي، وانت والله اكتر كابتن حسن، مبروك ربنا الله يبارك فيك، ربنا يخليك. كابتن اشرف. هبتدي معاك القصه من البدايه. طبعا انت حضرتك كنت مع جهاز الدرجه الاولى السنه اللي فاتت، وطبعا شاركت معاهم في حاجات كتيره جدا وانتصارات كتير وحتى وقت صعب كمان كتير، فتوليت المهمه لفريق 2002. كلمني، فكرت ازاي في بدايه المهمه؟ شفت الفريق يعني ازاي؟ الحمد لله طبعا، هو بعد ما كنت مع الفريق الاول في الفتره الاولى ديت طبعا كان جه رئيس الجهاز الكابتن ياسر لبيب وكلفني بمهمه ان انا امسك فرقه 2002. طبعا الفرقه ديت كانت من الفرق اللي هي القويه، والحمد لله يعني اللي احنا ربنا وفقنا اللي احنا نحقق بيهم حاجه. هم طبعا كلهم عناصر مميزه في اللعبه وعناصر تنبأ لهم بمستقبل كويس، كان اللعيبه اللي موجوده او اللعيبه اللي هتطلع بره النادي او هتبقى احترف. فهم الحمد لله قدرنا ان احنا من اول السنه، يمكن احنا بدانا فتره اعداد بدري شويه 3/7، يمكن هم بدري يعني قوي. بدري بدري يعني جدا. عشان لان كانت الماتشات بدانا اول ماتش 16/9، واللي كان عاقب كمان قدامنا اللي احنا تاني ماتش بعد اول ماتش كان ماتش الزمالك، وده طبعا كان ماتش مهم جدا اللي احنا طبعا لازم نكسبه. الحمد لله قدرنا نوفق ان احنا فتره الشهرين دول نعمل فتره اعداد حوالي 6 اسابيع، وبعد كده عملنا اسبوعين مباريات وديه تدريجيه كده. طلعت معسكر داخلي في حته او حاجه يا كابتن، ولا اكتفيت بالتدريب هنا في لا مصر احنا اكتفينا القاهره؟ بالتدريب هنا في مصر فتره الاعداد، وبعد كده بدانا تدريج مباريات وديه يعني مع الزهور، وبعد كده العبور، وبعد كده بدانا تدريجي لحد ما لعبنا ماتشات قويه، لعبنا حتى مرضى فرقه الجيش، وبعد كده بدانا مع فرق الفريق الاول، لعبنا مع حدائق الاهرام، لعبنا مع اولي العرب، لعبنا فرق درجه طب اولى. جميل جدا. يعني دخلتوا جاهزين في معسكر قوي. دخلنا جاهزين الحمد الحمد لله لله. من اول السيزون يعني. كسبنا الزمالك 3 مباريات بتاع اللي كانوا بتوعنا معانا. والحمد لله طبعا ربنا وفقنا، طبعا الولاد كانوا قد المسؤوليه وكان ايديهم في ايدين بعض، ونعم كان في تقل شويه في التمرين وشويه تعب، بس هم طبعا الحمد لله يعني قدروا ان هم يوفروا يعني يجتهدوا في الفتره اللي هي اللي احنا كلنا فيها ديت، وقدروا ان هم يعني كلهم يبقوا في ايد بعض، فده ربنا وفقنا. لان كان تاني ماتش مشكله بالنسبه لنا، مش مشكله طبعا، ان كان ماتش الزمالك، الزمالك على طول. صح وطبعا انك تعرف ماتشات اهلي وزمالك طبعا، انك بطولة لوحدها. تخسر ده بطوله لوحدها. طبعا قدرنا الحمد لله اللي احنا طول الموسم يعني كذا مره لعبنا الزمالك، انا كلمت الولاد يمكن في الاول خالص، يا جماعه احنا دلوقتي لينا 3 اهداف، الهدف الاول اللي احنا ندي البنوت للفريق الاول، والهدف الثاني كاس مصر، والهدف الثالث اللي هو الدوري بتاع مصر. فربنا وفقنا ان شاء الله، وهم فعلا كانوا رجاله معايا طول موسم. الموسم يعني الحمد لله. طب قول لي يا كابتن، يمكن السنه دي تعرضت لمطب بامانه اي فرقه تتعرض له ممكن تخسر البطوله اللي بعدها على طول، وهو خساره مفاجاه. انا بقول ان انتوا كنتوا يعني كويسين جدا، وما كانش يعني ده انتوا بالعكس، ده انتوا قرعه كاس مصر طلعتوا كل الفرق الجامده. يعني طلعتوا الزمالك في دور 16 طلعتوا في دور الثمانيه جيش، صح؟ طلع طلعنا الجيش. الجيش في دور 16، وبعد كده الزمالك، وبعد كده رحنا السيمي فاينل والفاينل مع الشمس والجيش، طلعتوا الفرق القويه اللي كانت ممكن الفرق تقابلكم، القويه اللي هي كانت نمونيا. فكان حاجه مفاجاه. ودي ماتشات الكاس، ده طبيعي. ما اتفقناش في ماتش البنك الاهلي، بعديها عندك 3 مباريات اللي هم المرتبط بقى، فكان عندك اكيد دروب نفسي. اتعاملت مع دروب نفسي اللعيبه ازاي؟ يعني هو انا عاوز حضرتك الماتش الكاس قدر الله ما شاء فعل، احنا خسرنا الماتش، بس احنا كان عندنا في ماتش الشمس كان في مروان حاتم وعلي الليسي وقعوا وعات خطيره جدا جدا اتصابوا؟ يعني. اتصابوا يعني. يا خبر ابيض. يعني يعني هم كانوا تاني يوم الماتش؟ كان يعني السيمي يعني فاينل والفاينل تاني يوم، ايه ده؟ فطبعا يعني ماتشين سيمي فاينل فاينل في يومين ورا بعض؟ في يومين ورا بعض لعبنا الشمس، ربنا طب انت كده كرمنا. بس خسرتني كده خلاص ليه؟ خسرتني. عندك 2 لعيبه يعني جامدين اتنين راحوا منك. لعيبه، وكان يمكن كمان قبل الكاس سيمي فاينل والفاينل الكاس عمر الشريف جاله سبرين انكل عمر الشريف من اللي لعيبه سافر، اللي سافر اللي دلوقتي راح سافر. اسبانيا. تمام. وماتش الشمس طبعا مروان لما وقع والليسي كانت مشكله طبعا، هم حتى يعني كلمتهم قبل ماتش سيمي قبل الفاينل في البنك الاهلي، ايه الاخبار وعاملين ايه وكده، يا كابتن احنا معاك. قلت لهم لو حصل اي حاجه، طبعا اهم حاجه صحه اللعيب طبعا طبعا، طول عمرك كده كابتن على فقلت فكره. لهم لو حصل اي حاجه او اي حد حاسس بحاجه يقول لي، مش مهم اللي احنا هنخسر بس مهم حياه اللعيب يعني. السلامة قلت له يا ربنا كابتن معاك. ما فيش مشكله معاك. وهم فعلا كانوا رجاله جدا، بس يعني طبعا في عناصر ناقصه كتير من الفرقه وعناصر بس متعوره، انت فسرت لي فهو كده. ده اللي اثر علينا طب شويه انت يعني. عندك اصابات وعندك بدلك في ماتش بعد كده، ما هو عندك كان بعد كده اصابات. 3 ماتشات، 3 ماتشات بعد كده هم دوري المرتبط اللي هو البطوله الاهم اللي هو الدوري بتاعك. بالظبط. عملت ايه؟ كلمني على اللعيبه احنا ازاي؟ خدنا يوم جهزتهم ازاي؟ اجازه، خدنا يوم اجازه اللي هو تاني يوم، واليوم اللي بعديه طبعا ما كانش فيه الا هو خميس وجمعه، يعني كلمتهم قلت لهم بص يعني قدر الله ما شاء الله مباراه الكاس خلاص ننسى المباراه دي، اهم حاجه البطوله اللي جايه مباراه الكاس، اي فرقه بتكسب اي فرقه. حتى اديتهم مثال كان في
مارسيليا بتلعب فرقه باريس سان جيرمان ومارسيليا كسبت، وبعد كده مارسيليا لعبت فريق انجي في الدرجه الثالثه ومارسيليا اللي خسرت، فقلت لهم الكاس ده رايح كده. لكن الدوري احنا الحمد لله ماشيين المرحله الاولى،